السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناب. اليوم رجعت لكم في هذا المقطع اللي حاب اني اشكركم واوصل لكم رسالة شكر على كل التشجيع والدعم اللي قدمتوه لهذا القناة ووصلتوها لهذا المستوى المتميز. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وايضا بفضلكم انتم على هذه القناة. في البداية حبيت أقول لكم أن هذا هو درع 100,000 مشترك لقناة جيمر سناك في اليوتيوب، وهذا إنجاز يعني جدا أنا فخور فيه وما هو سهل صراحة. والإنجاز هذا مو بس لي، لكم أنتم لازم أنتم تفرحون في هذا الشيء، لأن أنتم الأساس أو أساس القنوات دائما هو المشتركين، لأن لولا وجود مشتركين ما راح يكون في لا في درع ولا في محتوى ولا شيء. أشكركم جدا على هذا الإنجاز الجميل، لكن الإنجاز الأكثر يعني أني فخور فيه مو موضوع الدرع 100,000 أو 100,000. في سبتمبر 2016 تقريبا قبل 6 شهور كانت القناة وصلت 100,000 خلال 3 سنوات، فعلية 3 سنوات علشان توصل 100,000. لكن الإنجاز الكبير إن من خلال يعني أول ما وصلت 100,000 إلى اليوم هذا 6 شهور وصلت ل 215,000، يعني الرقم صار مضاعف وزيادة. هذا هو الإنجاز الحقيقي اللي حاب أشكركم اليوم عليه. وصول الأرقام اكتشفت إنه من حب المتابعين للقناة، بالإضافة إلى المحتوى المتميز اللي خلى المتابع إنه يساعد في نشرة أو إنه يرجع يشوف المزيد أكثر. فهذا الشيء أنا فخور فيه جدا، وأيضا حبكم لهذا القناة جدا واضح من خلال تفاعلكم في المقاطع. طبعا خلال الست شهور الماضية أو وصول إلى 200,000 ما حصلت أي دعم من قناة ثانية أو ما في قفزات من أي شيء معين، كلها اكتشفتها عن طريق الأرقام اللي موجودة في مخططات اليوتيوب، إنها كلها من دعم يعني قدمتوا أنتم من ناحية النشر. لما كنت أطلب الناس انشروا المقاطع في الواتساب أو تويتر كان يبين معي كمية النشر الكبيرة منكم، بالإضافة إنه حرصت إن أقدم في الفترة اللي فاتت محتوى مميز، وهذا الشيء اللي حبيت إني أستمر فيه وأقدم لكم الأفضل دائما. طبعا في ناس كانت تسألني شنو طموحك في قناة جيمر سناك، أو ليش قاعد تسوي هذا الشيء، أو شنو الشيء اللي تبي توصل له. للأمانة ما أطمح لوصول ولا أرقام ولا أي شيء، ولا يعني الأفضل ولا الأول ولا هذه الأمور. طموحي باختصار أني أقدم الفائدة للمتابعين، يعني أبي شخص يدخل القناة يشوف شيء معين يستفيد ويمشي. يعني إذا شاف مثلا لعبة مراجعة معينة بين معانا لعبة هذه تناسبة أو ما تناسبة، فهذه يسمونها الفائدة. بالإضافة إلى المتعة، لما أبي أحد يدخل يستمتع من خلال مقطع معين، من ناحية تصوير، من ناحية معلومات، من ناحية يعني عامة، أفضل أنه يطلع من القناة يا مستفيد أو مستمتع، بالإضافة أنه يتشجع ينشر القناة بدون ما أطلب منه. يعني تكون شيء اللي فعلا أطمح له أن الواحد لما يقدم دعم للقناة يقدمه عن قناعة، يعني من داخله، ما يكون مثلا عشان بس أنه أنا طلبت منه دعم القناة، لا، يكون شخص شاف شيء معين وحب أنه يدعم القناة. هذا الشيء اللي أنا أطمح له، وفعلا هذا الشيء موجود بكثرة، شيء يعني ما يوقف صراحة. بتويتر، في الانستغرام، في اليوتيوب نفسه أشوف ناس تدعمني يعني بدون سبب ولا أني طلبت منهم، وبروحهم يأخذون الروابط وينشرونها. وهذا اللي أنا أبي أوصل له، وهذا طموحي في قناة جيمر سناك، أن الناس تنشر عن قناعة وتستفيد وتستمتع في هذه القناة. عموما ما يسعني إن إلا أشكركم، وأنا فخور صراحة فيكم وكل المتابعين في الوطن العربي، بالإضافة للي عايشين برا الوطن العربي. ملاحظ كل التفاعل من يعني حتى دول ما كنت متوقع أنه يتابعوني، لكن يعطيكم ألف عافية على هذا الشيء. كل من تابع قناة جيمر سناك سواء من البداية أو مشترك جديد، أتمنى أنه يشوف المحتوى اللي قبل، والله يقدرني أني أقدم لكم أفضل، وسامحوني على أي تقصير، والله يوفقكم ويعني في حياتكم وتشوفون أشياء مثل ما تقولون يعني تفرحكم فيها من ناحية إنجازات وغيره، مثل ما هذا الإنجاز أنا فرحان فيه ويعني فخور في وجودكم في هذه القناة. عندي طلب صغير بس، حبيت يعني إذا ما في كلافة عليكم أنكم تتابعون حساب جيمر سناك في الإنستغرام، لأن هذا هو البداية، هو الأساس اللي بديت منه اللي في الإنستغرام، وأتمنى أن تشوفون المحتوى اللي قدمه هناك شوية مختلف عن القناة. وأتمنى كل المتابعين الموجودين هنا موجودين في الإنستغرام والعكس، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة وعلى وجودكم ومشاركتكم فرحتي في هذا يعني الإنجاز. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.